والآن إلى جولتنا اليومية لمتابعة أبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي مع وائل عواد الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية. مساء الخير وائل، إليك. أهلا بك العزيز عمر والمشاهدين. انتهى اليوم 199 للحرب، وهي إلى تلخيص فيها آرتس للمحل العسكري عندهم عام إسرائيل، يقول لم نص من الحديث عن فشل ذريع في الوضع الأمني القومي، فالجبهات التي فتحت على إسرائيل عدة. إيران حددت نقطة أخرى مقلقة بقرارها إطلاق أكثر من 300 صاروخ ومسيرة نحو إسرائيل قبل أسبوع. حزب الله زاد من هجماته خلال هذه الحرب، حوالي 50,000 من سكان الشمال ما زالوا مهجرين بعيدين عن بيوتهم. عودة سكان غلاف غزة بطيئة جدا إلى بيوتهم وأحيائهم، وفوق هذا كله لم تتحقق أهداف الحرب المعلنة. طبعا هذا المقال تلخيص وكأنه عشية 200 يوم على الحرب. يقول لم يتم القضاء على حماس، قدراتها العسكرية صحيح تم القضاء على أغلبها، تبقت قدرات عسكرية محدودة، ولكن حماس موجودة تعود من حيث نخرج. وأكثر شيء مؤلم في كل الموضوع الإسرائيلي موضوع المخطوفين حسب وصفه. يذكر الكاتب أنه في العام 2011 تم إطلاق سراح 1027 سجين فلسطيني، يقول من بينهم مخربين، من أجل جندي واحد جلعاد شليت، حينها أيضا كان نتنياهو رئيس الحكومة. اليوم يفنى المخطوفين في الأسر، وبعض السياسيين لا يبالون في الموضوع بل يعادون أهالي الأسرى، ينتقدونهم. أضف إلى ذلك لحقت خسائر كبيرة بصورة إسرائيل في العالم بالحرب، وكل التضامن الكبير الذي طالما تفاخر به الإسرائيليين خلال هذه الحرب تقريبا فقد. وعن دخول رفح يقول أيضا يبدو أن إسرائيل في الأسابيع الأخيرة تعد العدة فعلا لدخول رفح، ولكن حجم العملية ما زال غير معروف، وسينزل احتلال رفح ضربة قاسية على حماس، لكن من يعتبر ذلك نهاية المعركة يضلل الجمهور. دليل على ذلك ما يحدث في شمال القطاع، الجيش الإسرائيلي أخلى المنطقة بصورة شبه مطلقة، لكن حماس عادت سيطرت هناك بشكل تدريجي. وعن الأسرى يقول مع إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذي طلب سابقا، يعني الصفقة السابقة كانوا يطلبوا مساعدات إنسانية واليوم تدخل بدون صفقة حوالي 500 شاحنة في اليوم، لا يشعر السنوار بحاجة إلى الاستعجال بالصفقة، هو ببساطة يريد إنهاء الحرب. وهنا إسرائيل عالقة في كل هذه المعادلات، كما يقول الكاتب 200 يوم على الحرب، يؤكد ويقول الوضع الأمني في إسرائيل ازداد سوءا على عدة جبهات، وضع إسرائيل في العالم ازداد سوءا، والحصانة الإسرائيلية لم تقوى بسبب الخلافات الموجودة، ويتحدث عن فشل في كل نقاط الحرب. هكذا يلخص واحد من أهم الكتاب في أهم الصحف الإسرائيلية 200 يوم على الحرب. من هنا أنتقل للفيديو الأول. الليلة هي ليلة عيد الفصح اليهودي، صحيح أنه خلال اليوم كان هنالك قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل، وكان يوم حافل كالكثير من الأيام، كأغلب الأيام حافل بصفارات الإنذار في الشمال، ولكن كان مزعجا جدا لهم خلال النشرات أن ما أن جلسوا على موائد ليلة العيد حتى دوت صفارات الإنذار من جديد. 30 صاروخ جديد من حزب الله افتتح فيها هذا المساء عيد الفصح اليهودي. هكذا بدأ العيد، ومع أن الإعلام الإسرائيلي يقول فقط عشرات الآلاف موجودين في منطقة الشمال، وأغلب الصواريخ التي أطلقت سقطت في مناطق مفتوحة، ولكن الأمر كان كافيا لكي يقض مضاجع العيد. على فكرة ليس فقط هؤلاء 10,000 تقريبا الذين في الشمال عاشوا هذا الشعور أن العيد بلش بالقدم اليسرى تعنقول، ولكن المبعدين أيضا من أهل الشمال انزعجوا أو شعروا بالقلق، فأصوات صفارات الإنذار وأصوات انفجارات القصف وصلت طبرية، والفنادق هناك في طبرية مليئة بأهالي الشمال. الجيش الإسرائيلي رد وضرب مجموعة من الأهداف في الجنوب اللبناني. إذن يوم بين قوسين حافل آخر في الشمال بين حزب الله وإسرائيل، قصف وقصف متبادل وصفارات الإنذار دوت منذ الصباح
حتى بداية العيد مع غروب شمس هذا اليوم. أنتقل للفيديو الثاني. أيضا على سيرة العيد، على سيرة العيد، أكثر ما يؤلم المجتمع الإسرائيلي هو موضوع الأسرى. هذه القضية الأساسية عند الإعلام، عند الجمهور، ولربما عند السياسيين وضع آخر. يعني بعضهم يفضل التشبث بالسلطة، بعضهم يفضل المزاودة، ولكن الجمهور والإعلام يأخذ هذا الموضوع على أنه أساسي. أصلا ينتقد بأنه بعض السياسيين يأخذ الأسرى، يعني قسم بقول بأنه الأسرى رهينة عند حماس، ولكن سياسيا أيضا هم رهينة عند الحكومة الإسرائيلية. الإعلام الإسرائيلي اليوم، وليس فقط نشرات الأخبار المركزية، إنما أيضا مواقع الإنترنت المركزية، مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تتحدث عن موضوع الأسرى، أهالي الأسرى، الموائد التي كانت هذا المساء، موائد العيد، كيف يمضي المبعدين عن شمال القطاع وعن جنوب عيدهم، كيف يتضامن هؤلاء المبعدين عن مع عائلات الأسرى اللي حولهم، خصوصا من جنوب القطاع، يعني من جنوب القطاع ما يسمى غلاف غزة. المبعدين احتفلوا اليوم بالعيد بطريقة مختلفة، بعيد عن بيوتهم، داخل فنادق، وبتضامنوا مع أهالي الأسرى اللي معهم. أستطيع القول أنه عيد منغص هذا المساء، كان أيضا بسبب قصف حزب الله كما قلت، ولكن أيضا بموضوع الأسرى بأنهم مبعدين. والعناوين الرئيسية إذا بتفتحوا إسا على مواقع التواصل، على المواقع الرسمية، على أغلب النشرات، العناوين الرئيسية، الصور الرئيسية، عيد بدون الأبناء. وحتى أحد الكتاب كتب بأنه لم يتوقع أحد في إسرائيل أن نصل عيد الفصح ونتنياهو فشل بتحرير الأسرى. هذا لم يكن متوقع سابقا، خصوصا أنه 1000، 2000، 1500 مرة قيل بأنه ستتم صفقة تراجع، ستتم صفقة تراجع، تفاؤل، تشاؤم، أمل ثم إحباط، وجاء العيد دون أن تتم الصفقة. أنتقل للفيديو الثالث. تذكرون مع يعني كل الوقت الذي كان يناقش فيه 7 أكتوبر والفشل الذي كان، كانوا يقولون نؤجل الاستقالات، نؤجل التحقيقات إلى ما بعد انتهاء الحرب. الآن هنالك استقالات مع أن الحرب لم تنتهي بعد، هنالك مناصب رفيعة في الجيش قررت أنها لن تستمر، مع أننا نرى أن طبول الحرب حول رفح ما زالت تقرع، ولكن يتساءل البعض هل هذه الاستقالات هي أوائل الدلائل بأن المسؤولين يعتقدون والجيش يعتقد بأن الحرب قد انتهت. يعني الانسحاب الجيش من غزة رغم بأنه هنالك طبول حرب نحو الرفح، ولكن بداية استقالات مسؤولين في الجيش تساءلوا هل هذا معناه بأن الحرب بدأت تنتهي، أو أخذت تتآكل هكذا لوحدها. ما نراه على الشاشة الآن كان الخبر الأهم اليوم في الإعلام الإسرائيلي، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ما يسمى أمان، اسمه أهرون، أبلغ رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي بأنه سيستقيل من منصبه، لأنه يعتبر بأنه مسؤول عن إخفاق أمني كبير، بأنه لم يتوقع هجوم حماس في 7 أكتوبر. بقول بأن كل الأوراق كانت أمامه، التوقعات والسيناريوهات، ومن يرى هذه النافذة رأى كم قالوا في إسرائيل بأنه كان هنالك الكثير من الإشارات والدلائل، والجيش فشل بتوقعها أو تفسير هذه المعلومات بأن الحرب ستنطلق. على فكرة هذا رئيس أمان يخدم بالجيش منذ 38 عام، قيل اليوم بأنه في أسوأ أحلامه لم يتوقع أن تكون هذه النهاية. حسب التوقعات سيلي في الاستقالات، يعني سيلي الضابط تبع المجموعة اللي بسموها 8200، اللي منها الضابطات الصغار اللي بيقولوا انهم رفعوا تقارير انه في حركة مريبة داخل غزة تحدث في الأسابيع الأخيرة وفي الساعات الأخيرة قبل 7 أكتوبر، فقيل لهن للضابطات الصغار لا عليكن، هذا تدريب ليس أكثر، فوقع ما وقع. كل التحليلات تقول أن هذه الاستقالات هي فقط بداية الغيث،
يعني الأسابيع القادمة ستشهد حفلات استقالات. من المتوقع أن يستقيل حتى هيرتسي هليفي نفسه رئيس أركان الجيش، حتى رونان إلبار وهو رئيس المخابرات. إسرائيل ما زالت تحاول أن تستوعب حتى اليوم ما الذي وقع في 7 أكتوبر. الاستنتاجات ستؤدي إلى استقالات جديدة، وليس فقط لمسؤولين، بل أيضا ستؤدي إلى تغيرات جذرية في وضع الجيش، في مبنى الجيش، وما يسموه حالة نفض في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. بالمناسبة مثلا قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاحتلال، المسؤول عن منطقة الضفة الغربية المحتلة، أيضا اليوم أبلغ بأنه سيستقيل من منصبه بعد 3 سنوات، بأنه سيستقيل من منصبه بعد 3 سنوات من إشغار هذا المنصب. يعني له 3 سنوات في المنصب، الآن قال بده يستقيل. ليه؟ بقول استنفذ نفسه، بقول خلاص بطلت أقدر أقدم أي شيء، مش بس في غزة إنما أيضا بالضفة. نعود إلى رئيس شعبة المخابرات في الجيش اللي استقال اليوم، أمان هذا، في كلمته اللي ألقاها على الملأ في ما نراه الآن على الشاشة، بقول حرفيا، بقول في عملي عرفت دائما أنه إلى جانب الصلاحيات التي أملكها تقع علي مسؤوليات، وأنا الآن أتحمل مسؤوليتي، أستقيل، أتحمل مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر. فشعبة أمان بقيادتي فشلت ولم تحقق المطلوب منها، وبما أنني أقف على رأس هذا الهرم فأنا أتحمل المسؤولية وأقدم استقالتي. ويقول بأنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن ليالي طويلة لا يعرف أن ينام، وهو يشعر بالذنب وبتحمل مسؤولية. الآن تمام، هذا كلام أحبوه في الشارع الإسرائيلي، يعبر عن مسؤولية، عن قيادة، هكذا اعتبروا. ولكن بمن ذكر بشخص لا يريد أن يتحمل مسؤولية في إسرائيل. يقول الجميع مخطئ إلا أنا، لا يريد لا أن يستقيل ولا أن يتحمل مسؤولية، بل على العكس يتظاهرون ضده، يعتبرهم يخدمون أهداف الأعداء، طبعا نتنياهو. اليوم دعي نتنياهو أكثر من مرة في أكثر من منبر عند أكثر من محلل أن عليه تحمل المسؤولية مثل قيادات الجيش. حتى أن رئيس المعارضة لبيد قال إنه لأمر محترم أن يتحمل رئيس أمان المسؤولية ويستقيل، وعلى نتنياهو أن يتحمل المسؤولية وأن يستقيل. الفيديو الرابع، مرة أخرى عاد وزير الأمن الإسرائيلي جالانت لهذا المشهد، النظر إلى الجنود، الحديث معهم، لا ينظر إلى الكاميرا ولكن يوجه الكلام للمشاهد للدول، وهو يعرف الكلمة تترجم وتصل. والملفت بأنه توجه اليوم إلى كتيبة، هي كتيبة نتساح يهودا المهددة بعقوبات أمريكية وشيكة في ظل ممارسات عدوانية في الضفة الغربية المحتلة، وعبر عن دعمه ودعم القيادة السياسية في إسرائيل للكتيبة، وقال نحن على وشك الحرب ضد 7 جيوش ومنظمات إرهابية، والمؤسسة الأمنية تقف خلفكم. عرايو لن يعلمنا أحد في العالم القيم والأخلاق. وبسط الأمور هيك، بسط الأمور وقال كل ما أو في كل مكان في العالم تقع أخطاء، وهذا وارد. أراي كل ما يحدث، كل ما يترجم بأنه على الأقل من الأمريكان والدول الأوروبية بأنه جرائم حرب، بقول هاي أخطاء واردة، نحن نتعامل معها ولا يجب معاقبة الكتيبة. أنتقل للفيديو الخامس والأخير. لفت انتباهي خبر انتشر كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي عند الإسرائيليين، خبر ملفت فيه فخ مصيدة أول مرة أراها. موضوع علم فلسطين يستفز المواطنين أو أغلب المواطنين في إسرائيل الآن، وخاصة المستوطنين، وبروحوا إني لحالهم بأخذوا على نفسهم القانون وبروح بطبعوا العلم. مستوطن في منطقة قريبة من الضفة رأى العلم مرفوع في منطقة عشبية، نرى في الشاشة كيف أوقف سيارته، هذا الفيديو انتشر بشكل كبير، أوقف سيارته جانبا ونزل لكي يزيل العلم من مكانه لكي يقبعه، وإذا به كمين، زوجته كانت تصور، ما أن أراد إزالة العلم حتى انفجر العلم. يعني واضعين العلم وزارعين تحته قنبلي، كاد أن يموت، ولكن حسب تصريحاته حسب شهادته للصحافة الإسرائيلية، ولكن بالنهاية أصيب إصابة متوسطة
بس هاي الفكرة تحويل العلم إلى كمين إلى فخ يعني أول مرة بشوفها، وتناقلوها كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية. إلى هنا أصل إلى ختام نافذتنا لهذا اليوم، أراكم على خير غدا بأخبار أفضل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.